يسعد صباحك يا هايدي. صباح الخير يا رشا، كيفك؟ تمام الحمد لله. الاخبار تمام ان شاء الله، هيك دوم يا هايدي. بقول صباح الخير لكم مشاهدي الاخباريه السوريه، يوم جديد وبدايه اسبوع جديد، يا رب كل الخير لكم، الصحه والسلامه وجبران الخاطر، ويحملنا هذا انهار الاخبار الحلوه والرزقه الكريمه. مشوارنا الصباحي بلش معكم وكالعاده ضيوفنا من مجالات مختلفه واخبار محافظاتنا السوريه ضمن تقاريرنا لليوم. بدي ارجع لعندك يا هايدي. صباح الخير عن جديد يا رشا، واكيد صباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه من وين ما كنتوا عم تتابعونا وشو ما كنتوا عم تعملوا. اكيد بدايه نهار جديد وحلقه جديده من صباحنا غير، اكيد ان شاء الله يا رب بهي الساعه ونص نكون خفاف على قلوبكم ونقدم لكم دائما المعلومات المفيده، واكيد مشاهدينا يا رب الايام الجايه تحمل كل الخير والصحه والرزق وراحه البال وتحققوا كل شيء تتمنوه. محطاتنا عديدة لليوم ومتنوعة، ولكن مثل العادة منروح سوا لفاصل صغير ومنبلش. وكالعادة خلونا نروح لذاكرة الأيام ونشوف أهم التواريخ يلي تسجلت بمثل هذا اليوم. يوم 9 أذار كثير من الأحداث شكلت بتتاليها ذاكرة عبر الزمن، ومن أبرزها في مثل هذا اليوم من عام 1796 زواج الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت من الملكة جوزفين البوهيمية، وفي عام 1919 اندلاع ثورة المصريين ضد الاحتلال البريطاني بقيادة سعد زغلول والتي عرفت باسم ثورة 1919، وفي عام 2015 الطائرة الكهربائية سولار إمبليس 2 تقلع من أبو ظبي للقيام برحلة حول العالم بدون طيار. وفي مثل هذا اليوم من عام 2016 وقوع كسوف كامل للشمس في إندونيسيا وإقليم شمال المحيط الهادئ. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1924 الروائي السوري الكبير الأستاذ حنا مينا، وفي عام 1934 يوري جاجارين رائد فضاء روسي وأول من صعد إلى القمر. أما أبرز الشخصيات التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1851 هانز أورستيد عالم فيزيائي وكيميائي دنماركي. وأكيد مشاهدينا من روزنامة التاريخ خلونا ننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم ومجموعة من المعلومات الغريبة والمنوعة ضمن صباحنا غير لليوم، منتابعها سوا ومنرجع لنستقبل أولى ضيوفنا لليوم. هل تعلم أنه المرأة أسرع بقراءة الروايات من الرجل؟ وهل تعلم أنه المرأة بتتمتع بأذن موسيقية بنسبة أعلى من الموجودة عند الرجل؟ وهل تعلم أنه المرأة أكثر تحمل للمرض والتعب من الرجل؟ والسبب بهالشي بسبب وجود جهاز مناعة قوي عند المرأة. وأيضاً هل تعلم أنه المرأة بالعادة أكثر تعرض للاكتئاب من الرجل؟ وأخيراً هل تعلم أنه تأثير المرأة بتغير تاريخ العالم أكبر من تأثير الرجل؟ وبأولى محطاتنا لليوم حنروح للمساحة الطبية، واليوم كونه نحن على أبواب الشهر الكريم كتار مننا والأشخاص اللي بيصوموا بصير عندهم خربطة بالنظام الغذائي بنظام يومهم بنومهم وبكل سيستم حياتهم. بهذا الشهر في أشخاص كتير بنقصهم فيتامينات، بصير عندهم جفاف بالبشرة بالشعر. اليوم نحن كيف قادرين نتجاوز هذا الشهر الكريم من دون ما يصير عندنا نقص بالفيتامينات ويصير عندنا جفاف بأجسامنا يا هايدي؟ أكيد عشان هيك
خلينا نقول انه شهر رمضان هو فرصة لنا لتحسين نظامنا الغذائي. 30 يوم نحن قادرين انه نتبع انظمة غذائية متوازنة ومعتدلة، من خلالها نحن قادرين نحصل على كل الفيتامينات والمعادن المهمة لاجسامنا كرمال ما يصير معنا اي مشاكل هضمية او صحية. شو هي الاخطاء الشائعة اللي ممكن تواجهنا خلال شهر رمضان من ناحية الغذاء، وكيف ممكن نحافظ على صحتنا اكثر؟ كل هي التفاصيل رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم اختصاصية التغذية نور الخطيب. صباح الخير. صباح. اهلا وسهلا فيك. سعد صباحك. اهلا وسهلا بحضرتك ورمضان كريم عليك. رمضان كريم علينا وعليكم. اهلا وسهلا. الشهر الكريم ان شاء الله. امين يا رب. دائما بشهر رمضان بصير هي الخربطه، بصير نحن معتمدين على الوجبات فيما بعد بعد الاذان، فبصير عندنا كثير خربطه ونقص بالفيتامينات. كيف نحن قادرين اليوم نقسم هي الوجبات بحيث ما نكتسب وزن زايد وناخذ منها العناصر الغذائيه المهمه لاجسامنا؟ هلا نحن لازم نعرف اهميه شهر رمضان. تمام، شهر رمضان بحفز الشباب الدائم عند الاشخاص اذا نحن عم تبعنا النظام الغذائي الصحي اللي هو بيكون متوازن. تمام، فنحن بعد الأذان لازم أول ما نفطر لازم نقسم الوجبات على وجبتين فطور وسحور، زائد أنه بده يكون عنا وجبتين خفيفات. فنحن لازم نستغل شهر رمضان لتحسين الصحة بالمجمل وتحسين شباب البشرة وتحسين الشباب الداخلي. فالفكرة نحن بس نصوم تقريبا 12 ساعة، بعد 12 ساعة بتحفز عنا هرمون النمو. هرمون النمو هو بيعطينا الشباب الدائم للبشرة والجسم، ولكن نحن عند الإفطار هون الشيء خطير، نحن لازم نوازن الانسولين بشكل كثير تام، بصير بحس انه ما يصير عندنا ارتفاع بالسكر مفاجئ مشان البشره والجسم ما ينقص عندنا الفيتامينات والمعادن. يمكن اليوم من اكثر المشاكل يلي بتواجهنا خلال فتره الافطار عسر الهضم او التخمه. طيب نحن اليوم كيف قادرين نتخلص من هي المشكله؟ كيف لازم نبلش افطارنا بطريقه صحيحه؟ شو هي الاطعمه يلي لازم نحن فعلا نبدا فيها؟ هلا بنبلش بثلاث تمرات محشيه بالجوز، كثير بتعطينا توازن للسكر ووجبه كثير غنيه بالفيتامينات والمعادن، زائد ممكن كاستين من الماء، وبنوقف عن تناول الطعام لمده 10 دقائق مشان ما نعطي التخمه شعور التخمه للمعده، بكون هي الجهاز الهضمي لتناول الطعام، وبعدها ممكن ناخذ شوربه دافيه لتهيئ الجهاز الهضمي لهضم الطعام. فالفكره انه نحن بناخذ بالتدريج، بعدها بناخذ وجبه غنيه بالبروتين، ولكن بدنا نراعي انه ما يكون بسرعه تناول الطعام عشان ما نصير عندنا التخمه المفرطه، وبدها تكون الكميات الوجبه الغذائيه على حسب الطول والعمر كل شخص يعني قد ايش هو بيناسبه. اليوم وقت دائما بالفقرات الطبيه الصحيه والتغذيه بنصحوا بتناول الاغذيه المليئه بالالياف. اليوم اذا بدنا نعطي اسماء اطعمه ممكن احنا نستفيد منها ويكون فيها الالياف مركزه اكثر، شو هي اهم الاطعمه؟ ممكن ناخذ اللبن وبذر الشيا، بننقع فيها بذر الشيا لمده نصف ساعه، بتعطينا الياف كثير حلوه للجسم. ممكن مشروب الجزر والبرتقال واليقطين، كثير بيعطينا طعمته كثير لذيذ، بحسن المعادن والفيتامينات بالجسم، بخفف العطش، زائد انه بيعطينا البيتا كاروتين اللازمه للجسم، وبيحسن امتصاص المعادن والفيتامينات حتى الكالسيوم بالجسم. فهذا المشروب اول شيء غني بالفيتامينات وموسمي، زائد انه بيعطينا نتيجه كثير حلوه على البشره والجسم والتنظيف الجسم من السموم. اليوم كثير من الاشخاص بتعتمد على السوائل حتى تعود يمكن بعض الصيام، ان كانت مثل تمر هندي او قمر الدين وغيره، شو الافضل من بين هي المشاريب؟ هلا تمر الامر الدين او التمر هندي جلاب التمر هندي هو غني بالحديد والفيتامين ا المغنيسيوم والمعادن والفيتامينات، بيخفف العطش بيطفي العطش لانه بيكون الصائم طول النهار عنده مشكله انه هو عطشان، فهذا المشروب بيطفي عنا العطش بشكل كثير حلو. الامر الدين كمان بيطفي العطش. هلا في مشروبات بتطفي العطش، في مشروبات بتزيد العطش. المشروب الجلاب بيحتوي على كميات كثير كبيره من الملونات والسكريات وهو يعني طيب تماما هو طيب، ولا
ولكن هو ملونات 100%. نحن بدنا نستفاد من الصيام بعد الافطار، فنحن بنزيد السموم عنا هيك بالجسم وقت ناخذ الجلاب، فهو بيزيد عنا شعور العطش، فنحن حتى نخفف شعور العطش ولازم ناخذ المشروبات يلي بتطفي العطش مثل مشروب الكركديه الغني بالفيتامين سي اللي بيحسن الجسم بالمجمل وبيطفي العطش. طيب ذكرتي حضرتك انه المفروض نحن ما بين وجبه الفطور الافطار والسحور يكون نحن عندنا وجبات خفيفه ومقسمه حسب الوقت. اليوم اذا بدنا هيك كمان نعطي سناك بهي الفتره، شو اهم الاكلات اللي المفروض ناخذها؟ هلا اكيد نحن بدنا نزيد من الفواكه، والفواكه هي اللي بتساعدنا لحتى نقيم الجسم بالصيام، وهي حاويه على الفيتامينات والمعادن والالياف الضروريه للجسم، اكيد مثل الموز مثلا، مثل البرتقال، مثل التفاح، كوجبة خفيفة وسناك. ممكن نعمل سناك بسيطة يعني تكون هي فيها حلو حليب، بنطبخ فيه الشوفان وبنحط عليه شوية من البزر الشيا، كثير بيعطينا نتيجة، بخفف الوزن وبيساعد البزر الشيا على امتصاص الكالسيوم، ويحتوي على الأوميغا 3، والشوفان يحتوي على الألياف الذائبة حتى الناس اللي عندهم مشكلة بالجهاز الهضمي والكولون ما يصير عندنا مشكلة بالتخمة وتلبيك بالجهاز الهضمي. طيب خلينا نوضح أكثر شو هي كميات الأكل المسموحة وعدد الوجبات يلي المفروض نحن نتقيد فيها إن كانت بين السحور والفطور. هلا عدد الوجبات مثل ما قلنا افطار وسحور وجبتين خفيفات. هلا في ناس بصير عندها طوق لتناول السكريات بشهر رمضان، فما يعني الفكره انه نحن اول ما بنفطر لازم يكون في الياف كثير غنيه، ما بصير عندنا هي المشكله بتناول الحلويات. اذا صار بدنا ناكل حلويات بعد الافطار بمده ساعتين بنحط سناك خفيف، ولكن لا يكون انه قبل النوم مباشره او عند السحور، بس ناخذ الحلويات عند السحور بصير عنده عطش الصائم. صحيح. فلازم يخفف من كل شيء حلو عند السحور، لازم كل شيء مالح مثلا مكدوس لبنه مالحه لازم ما ياخذ ابدا عند السحور. الاجبان كمان الاجبان، ولكن في اجبان بتكون حلوه نوعا ما ممكن ياخذ عند السحور، ولكن اهم شيء خفف الملح لانه بيزيد العطش بالنهار. اكيد نحن بننصح الصائم على بتناول 8 ل9 كاسات من الماء بين الفطور والسحور مشان نقيم الجفاف خلال فتره النهار. هلا بالنسبه للصيام كثير له فوائد، بس نحن لازم نكون نظامنا الغذائي جدا متوازن، فبيحفز الالتهام الذاتي للجذور الحره بالجسم اللي هي مسببات الاولى للسرطان، فنحن ممكن نقي حالنا من كثير امراض ونرفع مناعتنا بالصيام، ولكن لازم يكون نظامنا الغذائي متوازن، فبناخذ هي الفائده من هذا الصيام الصحي. كونه ذكرتي اليوم عدة فوائد للصوم، أيضا في أشخاص اليوم بكون شهر رمضان هو فرصة لتخفيض الوزن إنزال الوزن، اليوم كيف قادرين نحن نحقق هذا الهدف؟ هل من خلال تنظيم الوجبات، من خلال المشروبات الحلويات؟ وإذا في كورس رياضة يعني إيمت بتنصحي فيه؟ هلأ نحن كورس رياضة ممكن نعمل أول ما نستيقظ صباحا رياضة هوائية لمدة 10 دقائق ولو كان صائم، وهي أهم رياضة بالنسبة للصائم، ممكن تكون قبل أذان المغرب بساعة أو ساعتين، أكيد مو أول شهر رمضان، حتى أول يومين بيكون رياضة كتير خفيفة لمدة 10 دقائق. إذا كان من الناس اللي هي رياضية بشكل كتير كبير ممكن إنه تلعب الرياضة بحديد بأوزان حديد خفيفة قبل المغرب بساعة أو ساعة ونص، لأنه ممكن ينزل الوزن كتير بشكل كتير كبير بهذا الوقت إذا نحن لعبنا رياضة. وبعدين بننظم الوجبة الغذائية، إذا نحن ما عنا قدرة نلعب رياضة وفي ناس ما يعني ما عنده هاي الطاقة أو ما في وقت، ممكن بعد الإفطار بمدة ساعتين بنتناول الطعام بنلعب رياضة خفيفة أيروبيك أو مقاومة بسيطة، كتير تعطينا نتيجة حلوة لإنزال الوزن أكيد، وبتنظيم الوجبات الغذائية وبنحسبها على حسب الشخص، السعرات الحرارية الكافية للشخص مع رفع البروتين بالوجبات. طيب نحن فينا قادرين نتبع نظام تخفيض وزن برمضان؟ تماما أكيد، في ناس بينزل وزنها برمضان، ممكن هي تستثمر أنه هي ما عم تاكل بهذا الشهر، يعني هي انه بتنظم الوجبات عندها وبتستفاد من الصيام الصحي، بس اكيد في ناس عندهم مشكله بتناول الطعام، اكيد اول شهر 10 ايام في ناس بصير عندها سحب الكافيين كثير صعب، بيشربوا قهوه اول ما فيقوا من النوم كثير، هلا الناس عند التدخين كمان ممكن في ناس بصير عندها
سحب النيكوتين من الجسم كثير صعب عليها اول 10 ايام، فبصير عندها هي بدها تتفشش بالاكل بعد المغرب صراحه، فاكيد نحن ما بدنا هذا الشيء يصير، فبنحاول ننظم الوجبات ونعطيهم شيء بحسسهم شعور الشبع، مثل مثلا كوجبه غذائيه متوازنه بنعطيهم شوربه بالبدايه، بعدين صحن من السلطه متنوع جرجير يعني في فوائد، يعني في فوائد يعني انه بيكون مشكل، وممكن كمان سلطه الشمندر كثير تعطيهم شعور بالشبع مع السمسم، زائد مع ممكن ناخذ قطعتين من الدجاج مشويات او يكونوا لو بال تمام. عنا نور من شوي خبرتينا انه الحلويات نحن ما لازم ناخذها ابدا بوقت السحور، طب خلينا نوضح شو هو الوقت الافضل لحتى ناخذ نحن حلويات الكميات المسموحه منها. تمام، هلا مثل ما نوهنا بعد ساعتين او ثلاثه من الافطار فينا ناخذ الحلويات كسناك بسيطه بكميه محسوبه، يعني بتعطيهم السعرات الحراريه ليكفوا النهار. اكيد الكربوهيدرات هي شيء مهم بالنسبه للجسم لانه هي بتعطينا شعله الطاقه، يعني طاقه الجسم تاخذها من الكربوهيدرات، ولكن بنفضل تكون كربوهيدرات معقده مشان ما يصير عندنا شعور التخمه والمشاكل الهضميه عند الصائم، وممكن كمان ارتفاع السكر مفاجئ، في ناس عندها الضغط، في ناس عندها السكري، لازم هذا يعني يتنظم سعراته الحرارية وتتنظم الوجبات اللي هو عم ياخذها، لأنه شهر رمضان ممكن في ناس عندها السكري يصير عندها هبوط مفاجئ بالسكر وغيبوبة سكرية، في ناس من إلا لأفطري برمضان على حسب يعني ضبط السكر تبعها وقياس معدل السكر. طيب نور، نحن على أبواب الشهر الكريم واليوم في كثير أشخاص بيروحوا للصيام قبل بعدة أيام أو في بشهر إذا بدنا نقول، يعني اليوم الأشخاص المقبلين على صيام شهر رمضان كيف قادرين يهيئوا أجسامهم لحتى يدخلوا الشهر بأريحية أكثر؟ يعني كمان أنت تنامي تفيق تفاجئ جسمك أنه أنت حارمتي من كل شيء، هذا الشيء رح يعمل تعب. تماما، هلا أول شيء من أخر وجبة الإفطار النظامية اللي هو بياخذها الشخص، ممكن يبي ياخذ الكافيين بيشرب قهوه بخفف عدد الفناجين القهوه، وما ياخذ القهوه اول ما بيستيقظ من النوم، بده يحاول يبعدها لانه سحب الكافيين من الجسم بيعمل وجع راس اول كم يوم برمضان، لانه في ناس متعوده مباشره بتحط قهوه بتشرب قهوه بعدين بتروح على الشغل، في ناس تاخذ اكثر من فنجان يعني الصبح، يعني هلا نحن بدنا نخفف العدد مشان سحب الكافيين ما يكون عليه صعب، ومن بعد وجبه الافطار لتقريبا مثلا اذا كان بيفطر 9 مثلا خليها 12 او وحده، وبعدين بنبعد بين الوجبات، بنخلي الغداء بين الفطور والغداء 4 ساعات، هيك شوي بيتعود على موضوع الصيام. تمام، قد اليوم بنشوف نسبه كثيره من الناس بيلغوا وجبه السحور، بيقولوا لك انه انا ما بقدر اكل كلنا او انا ما بقدر خلص، يعني لتاني يوم خلص ما ممكن جوع، قد ايه هذا الشيء غلط وقد ايه اليوم وجبه السحور كثير اساسيه؟ وجبه السحور كثير اساسيه لانه بتعطينا الطاقه للجسم، بتعطي الحيويه مشان تعطيه انه قدر يتحرك طول النهار، لازم يعني يبقي ياخر وجبه السحور قد ما بيقدر، لانه وجبه السحور هي اللي بتعطي الطاقه للجسم، ولكن بدها تكون وجبه خفيفه ما بدها تكون فيها تخمه او بيكون فيها رز مثلا، فيها نشويات كثير عاليه، بدها تكون مثلا بيضه مع رغيف خبز اسمر مع قليل من الخضروات، يعني بدنا نعطيه انه شيء مشكل ولكن يكون كثير عادي وخفيف. طيب شو هو السحور الصحي اللي ممكن نحن نعتمده؟ هلا السحور الصحي ما بقول لك بده يكون متوازن، يحتوي على اللبنه، جبنه، الجبنه الناعمه كمان كثير خيار حلو لانها خفيفه بالملح، ممكن زيتون ولكن بنسبه كثير، يعني انه مثلا 7 ل 8 زيتونات، زائد انه سلطه مشكله، ممكن يعني شيء متوسط يعني. طيب خلينا نروح للاطفال، اليوم في نسبه اطفال كثير كبيره ايضا بتصوم بتقليد العائله، بحبوا هن هذا الشيء، ولكن اليوم الحصص الغذائيه اللي احنا مفروض نعطيها للاطفال اكيد غير الاشخاص بعمر كبير، اليوم كيف قادرين نحن نسمح لهم بالصيام من دون ما يصير عندهم نقص فيتامينات؟ شو هي الاكلات المفروض او الحصص
فصل زياده نعطيها للاطفال؟ هلا الاطفال ما بنسمح لهم حتى عمر معين بالصيام، لازم تدريج بالصيام للاطفال. تلاقي يعني صغير كثير يعني صغير احنا بنقول مثلا صوم للظهر، في ناس هيك بتعمل تدريجيا حتى تعودوا على الصيام. انا كنت صوم للظهر تماما. ايه تماما، يعني انه صوم للظهر حتى تعوديه للطفل انه هو يصوم، اما هو يكون بعمر كثير صغير يصوم حرام تمام، لانه بتفاجئيه مباشره انه يصوم للمغرب. ولو هو مع اشخاص كثير ما بصدق امتى يقدم المغرب، هو الطفل كثير عنده طاقه وبيحتاج للسوائل اكثر منا، فلازم حصصه الغذائيه تكون متوازنه اكيد وغنيه بالمعادن والفيتامينات بشكل اكبر، مسموح اكثر يعني مسموح ككميات أكثر. تماما اكيد الكميات والفيتامينات والمعادن. ممكن نفوت له غبار الطلع، غبار الطلع فيه بروتين كثير حلو للاطفال وبينمي الجسم وبيعطيه الطاقه بحيث انه هو يقدر يصوم تمام. غبار الطلع كثير حلو للاطفال. طيب بالنسبه للي عندهم امراض مزمنه ان كان ضغط او سكري، قد ايه لازم اليوم يكونوا دقيقين ومنتبهين لنظامهم الغذائي، وايمت ممكن لازم ياخذوا الدواء، قد ايه لازم يكون في انتباه اكثر للموضوع؟ تماما. هلا مريض السكر كثير بده يكون منتبه، بده ياخذ قراءات السكر عنده عند الصباح وقبل المغرب نص ساعه مشان ما يصير عندنا اختلال بمعدل السكر. متى ما صار نزول معدل السكر كثير كبير فهو ما بيقدر يصوم، بده هو اهم شيء نظامه الغذائي يحتوي على الالياف المعقده اللي ما بتخلي السكر ينزل ويطلع تمام. بياخذ فوائد الصيام الكبيره هو بهالشيء، لانه نحن بمده 30 يوم نحن عم نصوم تمام، فنحن حفزنا هرمون النمو، عملنا الشباب الدائم للجسم، ولكن نحن بنمنع هرمون النمو وقت بناخذ السكريات العاليه عند الافطار. فالانسولين هو ضد هرمون النمو اكيد. صحيح. هرمون النمو نحن ما بيفرز عنا الا عند البلوغ، يعني قبل البلوغ هرمون النمو، وعند لعب الرياضه بعد الساعه ساعه ونص بيصير عندنا شباب الدائم للجسم. نحن بناخذ هذا هي الفائده بشهر رمضان اكيد، ولكن المرضى وذوي انه الامراض الخاصه اكيد بدهم ينتبهوا على القراءه تبعهم. هلا اللي ممكن يكون عنده الضغط اول ما بيقدم بده ياخذ الحبه تبع الضغط، وبده يحاول يخفف الملح بالوجبات الغذائيه، وبده يخفف الدهون المشبعه بالمجمل، لانه هي بتاثر على مريض الضغط بشكل كثير كبير، لانه غالبا عنده ضغط بيكون عنده مترافق مع الكوليسترول والشحوم الثلاثيه، فهذا بده ينتبه له بشكل كثير كبير. ببلش بدايه بالضغط، بعدين بينتقل لهذا الموضوع، ممكن يكون مترافق مع موضوع السمنه، فالسمنه كمان بتاثر عليه، فنحن اكيد تخفيف الوزن بالنسبه له شغله كثير ضروريه. طيب خلينا نروح لنظام المرأة الحامل، في كمان أيضا نساء جدا بشهر رمضان حتى لو عندهم حمل بيقولوا لك أنا ما فيني ما صوم، متعودة أنا هذا الشهر صوم خلاله. اليوم كمان هذا النظام الغذائي مختلف عن الأشخاص العاديين. طبعا هلأ المرأة الحامل بده يزيدوا السعرات الحرارية لها، بدها تاخذ نظام غذائي حاوي على الحديد بشكل كتير كبير، بدها تركز على الخضروات الخضراء الداكنه بشكل كتير كبير، زائد على اللحوم الحمراء عند الافطار، وزائد انه بدها يعني هي تهتم بالمتممات الغذائيه تبعها مثل الحديد الفوليك. المتممات الغذائيه هي كتير بتفيدها، تناول السوائل بالنسبه للمراه الحامل كتير يعني ضروري وجدا لازم يكون، خاصة العصائر بالنسبة للمرأة الحامل هي مهمة أكثر من الأشخاص الطبيعيين. طيب ما بتحسي أنه غذائيا اليوم في مشكلة بساعات الصوم، يعني صار الوقت كتير طويل، هذا الشيء ما بيأثر سلبا على نمو الجنين؟ هلا هي اذا حابه تصوم تمام ما بصير شيء على الجنين، اذا نحن درسنا النظام الغذائي لها بالوقت المناسب بتاخده بسعرات حراريه مناسبه بالنسبه لها. طيب خلينا ختاما نعطي نصائح لكل حدا عم يتابعنا لحتى يحافظ على صحته اليوم خلال شهر رمضان ويتبع انظمه غذائيه مناسبه معتدله ومتوازنه من خلالها قادر يحصل على كل الفيتامينات المهمه للجسم. هلا النصائح بالمجمل اهم شيء نركز على الخضروات الخضراء الداكنة، ممكن ناخذ بذر الشيا كمتمم غذائي إضافة لمشروب البرتقال والجزر، كتير طيب وبيعطيهم طفي العطش. بنركز على تناول الماء ونكون بصحة
أكيد. دائما العودة إلى الطبيعة يمكن هي أفضل شيء، مو بس بشهر رمضان، طبعا. بكل أيامنا. ذكرتي العصائر الطبيعية، نحن فينا أكيد نعتمد على الخضروات أكيد، يعني في ناس كتير بتضل كل الليل عم تشرب مي، هل هذا الشيء صحي؟ أكيد لا، شرب المي كمان بكثرة كمان بيسبب جفاف عند الأشخاص. هي الناس ما كمان معلومة ما بتعرفها، لأنه ممكن شرب أكثر من لترين ونص ماء بيسبب جفاف عند الأشخاص، وبالعكس بيصير إدرار البول أكثر، لأنه بينقص البوتاسيوم بالجسم، بينقص الصوديوم، بصير عندنا مشكلة بالشوارد، فبصير إنه مثل عنده دوخة كتير قوية بالنهار، وتعب وإرهاق. فنحن لا، بدنا نكون متوازنين بكل شيء. أكيد. بالختام بدنا نشكرك كتير اختصاصية التغذية نور الخطيب، أهلا وسهلا فيك وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتيها لليوم. أهلا وسهلا. شكرا نور لحضورك لليوم، يومك حلو ورمضان كريم عليك مرة تانية وعلى كل عائلتك. أهلا وسهلا، رمضان كريم علينا وعليكم. آمين يا آمين. رب. ونحن أكيد مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، وكالعادة كيف حيكون طقسنا بالأيام القادمة، وكونه نحن مقبلين على رمضان يا هايدي، ما بنعرف كيف حيكون الطقس. خلينا ننتقل مباشرة لاتصال هاتفي مع الأستاذ حسان الجردي حتى نعرف كيف عم تكون أحوال الطقس. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. أستاذ حسان، يعني من بداية شهر أذار كانت الأجواء ربيعية، ولكن هلأ سمعنا أنه رح يكون في منخفضات بالأيام القادمة، خلينا نوضح صحة هذا الموضوع، وبما أنه نحن أيام كتير قليلة بتفصلنا عن شهر رمضان المبارك، خبرنا أكثر هل كيف رح تكون الأجواء بشكل عام ودرجات الحرارة؟ تفضل. تكرم عينك، بداية صباح الخير من جديد لإليك، لزميلتك الأخبارية السورية، للكادر. بشكل عام الأجواء اللي نحن عم نشهدها، لأن نحن ضمن منخفض جوي بدأ تأثيره على المنطقة من يومين، كانت شدة وسروة هذا المنخفض ليلة مبارح ولليوم مستمرة، أدى إلى هطولات مطرية كانت متميزة للساحل بالشمال الغربي بالوسطى بأجزاء من الجنوبية الغربية والشمالية وصولا للجزيرة والبادية. المنطقة الجنوبية والعاصمة دمشق كان احتمال الهطول فيها كثير قليل، وبهيدا المنخفض الهطولات كانت بشكل كثير متمركزة بالساحل السوري، أكبر كمية هطول كانت خلال ليلة مبارح بمدينة طرطوس بصافية 30 مليمتر، دبش اللاما بمحافظة اللاذقية 14 مليمتر، بمركز محافظة طرطوس 9، ببانياس 4، القرداحة 8، مركز الشهيد باشل الأسد الدولي 4، بإدلب تقريبا 3 ملي، بالرقة 2 ملي، حمص 3 ملي، القنيطرة 1، الغاية 1، تل رفعت بمدينة حلب 7، مركز المحافظة بحلب تقريبا 1 ملي، وصلنفة 9 ملي، بالختيلبية بمدينة اللاذقية 4 ملي. الهطولات كانت عامة وشاملة، ذكرنا بعض المحطات على سبيل المثال للحصر. هلا الأجواء الغائمة الماطرة بتضل مستمرة معنا لليوم نتيجة استمرار تأثير المنخفض الجوي السطحي المترافق بتيارات غربية باردة ورطبة بطبقات الجو العليا. الأجواء بشكل عام لليوم بتضل غائمة جدية إلى غائمة ماطرة، أحيانا الهطولات عم تكون غزيرة مصطوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، خاصة بالمنطقة الساحلية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية. الهطولات الثلجية عم تكون فوق المرتفعات الجبلية العالية من 1700 متر وما فوق، درجات الحرارة في عليها انخفاض لا تصبح أدنى من معدلاتها بقليل. اليوم أجواء عم تكون شديدة البرودة بالمرتفعات الجبلية، خاصة خلال ساعات الليل واحتمال تشكل ضباب ساعات الصباح الباكر بأجزاء من المنطقة الوسطى والقلم. الرياح عم تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشطة عم تتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان 75 كيلومتر بالساعة، تحديدا بالمناطق الساحلية المرتفعات الجبلية المنطقة الوسطى أجزاء من المناطق الغربية، والبحر عم يكون متوسط ارتفاع. مجلى انهار بكرة بتبلش الفعالية الجوية تضعف، وبتبلش حالات الانقشاعات تكون أكثر، وبتميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف، بس بتضل أدنى من المعدل القليل. والأجواء بشكل عام عم تكون أجواء بين الصحوة والغائمة جزئيا، مع فرصة لهات الزخات من المطر بالمنطقة الساحلية بالشمالية الغربية أجزاء من المنطقة منطقة الجزيرة والمنطقة الشرقية. هلا الهطولات ممكن تكون بشكل عام مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، تحديدا بهذا الفترة أغلبية الهطولات تكون مترافقة بالعواصف الرعدية، تحديدا نحن صرنا بالجزء الأخير هلا من فصل الشتاء مقبلين على فصل الربيع، فالأجواء راح تكون أمطارها تتصف بالطابع على شكل زخات، تتصف بالغزارة، بتبلش ببداية مفاجئة وبتنتهي بطريقة مفاجئة، ما بتتجاوز سرعة
زخة المطر تقريبا من 10 إلى 15 دقيقة. هلا بالنسبة للأحوال تستمر معنا الفعالية الجوية تميل للاستقرار بشكل تدريجي وبتضعف بشكل عام اعتبارا من نهار بكرة لحتى يكون بداية من نهار الأحد أجواء ربيعية دافئة مستقرة، أجواء عم تكون سماء قليلة الغيوم إلى صافية ببعض الأحيان، أجواء عم تميل للاستقرار، حرارات بدها ترتفع، أجواء عم تكون دافئة نهارا بتكون باردة ليلا اعتبارا من يوم الأحد. بما أنه نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله على الجميع بألف خير يا رب. الأجواء رح تكون مع الأسبوع الأول بإذن الله تعالى من بداية شهر رمضان المبارك أجواء ربيعية دافئة مستقرة، أجواء رح تكون طقسة رائعة جدا، أجواء معتدلة بالبداية، رح تكون الارتفاع بدرجات الحرارة ارتفاع تدريجي ومستمر حتى نهاية هيدا الأسبوع بإذن الله، رح تكون الحرارات بنهاية هذا الأسبوع أعلى من معدل أصدار أغلب المناطق والمدن السورية على امتداد الجغرافية السورية يلا خلص لأربع درجات مئوية. العام رح تكون الأجواء بين الصحوة والغائمة جزئيا مع اليومين الأولين يعني من منتصف هذا الأسبوع، بعدين بنهاية الأسبوع أجواء عم تكون أجواء صحوة مع ظهور بعض السحب المتفرقة بمناطق مختلفة من البلاد إن كان بالداخلية أو بأجزاء من الشمال والوسطى، وخلال ساعات الليل بشكل عام تكون الأجواء باردة مع احتمال تشكل ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر بالقلمون والمنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية. يعني بشكل عام الأسبوع الأول أجواء ربيعية دافئة مستقرة بإذن الله في أغلب المناطق خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 17 13-4، القلمون المرتفعات الجبلية 9-0، السويداء 12-4، درعا 15-5، المنطقة الوسطى 5-5، 16-5، الجزيرة محافظة الحسكي 15-3، السوري اللاذقية وطرس 20-12، الشمال حلب وإدلب 15-5، دير الزور رقم البوكمال المنطقة الشرقية 21-7، وأخيرا بالبادية مدينة بلمور 16-6. هذه حالة الطقس إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير بقدوم شهر رمضان المبارك، تكون أيام خير ورحمة ومطرة خير وتغطية رحمة لبلدنا الحبيب سوريا. نعم أستاذ حسان الجردي المتنبئ الجوي بنشكرك على كل المعلومات يلي ذكرتها، وإن شاء الله هيك تكون أيام الصيام خفيفة ولطيفة علينا وتمرق بسهولة. شكرا لحضرتك ورمضان كريم عليك أكيد. أما نحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، ودائما ضمن صباحنا منحب ومنركز ونضوي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذا المشروع اللي عم يكون باب رزق لكثير من الناس اللي عم يدخلوا تصاميم، عم يكون الشخص فيه مبدع لأنه بداية هو بحب هاي المهنة وبيبدع فيها، بالإضافة أنه هو مشروع صغير ممكن يكبر بالأيام ويتحقق هذا الحلم ويصير هيك على مستوى أعلى. يا هايدي أكيد، ودائما متعودنا ضمن صباحنا يا رشا أنه نحن ندعم ونضوي هاي المشاريع المميزة اللي عم تكون بأيادي شباب وصبايا مميزين ومبدعين. ضيفتنا اليوم مبدعة عندها مشروع اللي هو صناعة مجسمات على اختلاف أشكالها، رح نتعرف على الإبداع والدقة اليوم بالشغل، أمتى بلش المشروع، شو هي الأدوات اللي بتستخدمها، وأكيد تفاصيل كتيرة رح تخبرنا عنهم. ضيفتنا على اليوم الشابة رهف الخلف، أهلا وسهلا فيك رهف. أهلا فيكم، نورتينا. صباح الخير. صباح أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا هيك نحكي عن مشروعك، عن حلمك، عن البداية فيه. تمام. هلأ أنا المشروع تبعي هو صناعة مجسمات عن طريق مادة الفوم. مادة الفوم هي نوع من أنواع الصلصال يعني، فأنا بصنع مجسمات وبصنع مثلاً كاركترز أفلام كرتون حسب الأشخاص شو بيطلبوا مني. خلينا هيك نستعرض، نحن عم نحكي نحن وأنتي عن هاي الألوان الحلوة مميزة بتعطيكي تفاؤل. مثل ما قلتي يعني اليوم هذا القطع من وين أخذي الأفكار؟ هلأ الأفكار هي يعني كتير في منهم مثلا أنا برسمون أو مثلا ممكن بالإنترنت لأنه موجود يعني كاركترز كتير متنوعة، وكمان بتكون أحيانا حسب الشخص شو بحب. يعني أنا بسأله أنه أنت مثلا بدك إياه يكون كرتوني كتير ولا حقيقي كتير، ففي مجسمات مثلا هي أشكالها حقيقية وفي منه بيكونوا كتير كرتون. طيب خلينا نوضح أكثر للمشاهدين عن هي الموهبة، قدي اليوم تاخد وقت وجهد لحتى أنت تنجزي هي القطعة، قدي هي بحاجة لصبر لدقة لأتقان لحتى تطلعي بنتيجة كتير تمام؟ هلأ بالبداية أكيد كانت تاخد معي كتير، يعني كانت تاخد معي شيء مثلا أسبوعين ثلاثة لحتى أعمل قطعة واحدة، لأنه هي بتكون بمراحل يعني أنه مثلا بعمل أساس بعدين بستنى لينشف بعدين بعمل شيء ممكن ما يزبط رد عدل عليه. كم مرحلة ممكن تمر القطعة؟ تقريبا بثلاث مراحل. بس من قبل كانت تاخد كتير وقت، هلأ يعني أنه كل ما عم تقل كل ما المهارة تبعيتي عم تزيد فالوقت تبعها عم يقل،
الفترة اللي حتى أصنع القطعة تبعتي. قد إيه لك بهي المشروع؟ قديش يعني إلك سنة سنتين قديم؟ إيه تقريبا من 2018 كشغل مبلشة فيه، بس كصناعة مجسمات يعني قبل 2018 تقريبا بشي 10 سنين. يعني أنا وصغيرة كنت أعمل هي المجسمات الصغيرة. ترسمي معناتها رسم حلو؟ إيه أرسم شوي بس أكثر، يعني هو يزبطه كأشكال يعني المعجون. طيب كيف تعلمتي أصول هذا الشغل اليوم؟ كيف بلشتي فيه؟ تبعتي دورات معينة أو كنت تتابعي عبر اليوتيوب فيديوهات؟ خلينا نوضح أكثر عن طبيعة هذا الشغل. تمام. هلا أنا بلشت فيه مثل يعني أي ولد صغير عم يلعب بالمعجون بالبيت. تمام. فما كان في أي أساسات يعني لإله، بعدين هيك من حالي صرت إني أطور على مهل، بس أنا ما بشوف إنه هذا الشيء كثير منيح تماما، لأنه يعني أخذ معي وقت أطول لحتى إني أوصل لهي المهارة. يعني لو أنا مثلا أخذ دورات فيها فكان حيكون الموضوع أسهل، بس أنا دراستي تعويضات سنية فهي فيها نوع من النحت كمان، فكمان ساعدتني وساعدتني الأدوات تبع التعويضات بإني أشتغل فيهم بصناعة يعني هي المجسمات والأشكال. طيب رهف، اليوم شفنا المجسم بشكل بقى أو هلأ استعرضنا على الكاميرا هاي اللوحة، كمان اليوم الشغل مختلف عن الشيء الثاني. طيب خلينا نحكي عن الأدوات اليوم، أنت شو مستخدمين؟ كان على شكل بقى أو كان على شكل لوحة صغيرة؟ يعني أكيد اليوم نفس الأدوات، ولكن الحرفية ممكن تختلف. صحيح. هلا مثلا يعني اذا مجسم فهو بيختلف عن اللوحه، بيختلف عن انه اذا كانت باقه، لانه المجسمات بحاجه اساس لها، فانا ما فيني اعمل المعجون لانه هو مثل ما حسيت يعني انه ملمسه طري فبده بحاجه اساس يوقف عليه. شو هو الاساس؟ الاساس اللي بستعمله خشب، لانه الماده هي اير دراي، بتنشف بالهواء، فاي شيء بينشف بالهواء هو ما لازم يكون بقلبه معادن. وللاسف يعني في اشخاص بيستعملوا نفس الماده بس بحطوا بقلبها معدن، فهي مع الوقت بتتفاعل مع المعادن وبيطلع لبرا ماده لونها اسود. ليش بحطوا المعدن؟ مشان تمسك الماده اكثر، مشان يكون في اساس. بس انا بفكروا انه المعدن هو شيء منيح، بس هو ما منيح لهي الماده لانه هي يعني فيها مي والمي بيتفاعل مع المعدن فاخر شيء بيصدي. طيب انت شو بتشتغلي فيه؟ بشتغل الاساس هو خشب، وبستعمل اي شيء يعني بتعلق بالخشب. طيب. اي ماده بتثبت الخشب فهي كمان بتساعد بهذا النوع من المعجون. طيب رهف، انت اليوم كيف عم تقدري تسوقي لمشروعك بشكل صحيح؟ عندك صفحه على الفيسبوك انستغرام، قادره اليوم انت عم تعرضي شغلك للناس؟ او ممكن كمان شاركتي بمعارض وبازارات وفادك هذا الشيء، خصوصا كمان بشهر رمضان بتكتر هي المعارض؟ خلينا نوضح أكثر كيف اليوم عم تسوقي بشكل صحيح عن شغلك. تمام. هلا أكيد السوشيال ميديا هي كتير ساعدتنا بهي الفترات، لأنه يعني معظم الشغل عم ينتشر على السوشيال ميديا، خصوصاً إنه هي شيء بصري، فإنه الصور هي كتير مهمة. بعتمد أكثر شيء على طريقة التصوير، بحاول إني أصورهم بطريقة جيدة. وكمان شاركت بمعرض من شي سنة تقريبا، كمان هذا الشيء ساعد كثير بانه تنتشر الصفحه تبعيتي. يمكن بيساعد بالانتشار ايضا. اليوم ممكن تشوفي ضمن المعرض قصص تشبه شغلك. تماما. يخطر لك فكره، تاخذي شيء، تقدمي فكره. حضرتك رهف، دائما احنا بنقول ببدايه اي مشروع باي عمل بحياتنا في صعوبات ممكن تواجهنا. في ناس كثير بتقول لك انا ما قدرت اواجه هي الصعوبات ولغيت مشروعي مع انه هو حلمي. شو اهم الصعوبات اللي مرقتي فيها خلال هذا المشروع وكيف قدرتي تتجاوزيها؟ هلا اكثر الصعوبات هي بتوفير المواد، لانه يعني نحن بسوريا في كم شغله يعني مو دائما بنلاقي منهم، فاضطر مثلا اني اشتريها بسعر اغلى، وبس بنفس الوقت انا ما عم بيع بسعر كثير غالي يعني، فما كثير كنت عم بقدر اوازن بهذا الشيء. بعدين انه يعني اضطريت اني مثلا ارفع الاسعار عندي، بعدين صرت احط الاسعار على حسب المهاره تبعيتي لوين وصلت، مو حسب المواد اللي عم بشتريهم. فبهي الطريقه قدرت اني اوازن بهذا الشيء. اليوم كل مشروع هو بحاجه لتحفيز، لتشجيع، لدعم من كل الاشخاص اللي حواليه. اليوم انت مشروعك وموهبتك كيف تقدم لك الدعم بهذا الموضوع؟ هلا اكيد رفقاتي هن كانوا اكثر شيء دعم لي، وكانوا هن يعني بدايه اللي يشتروا مني القطع يعني. كمان في دعم كان من فريق سند التنموي، كانوا بيقدموا مثل ورشات لرياده الاعمال، فانا عملت ورشه عندهم، بعدين كان فيها دعم مادي، فهذا الشيء كثير ساعدنا وكثير ساعد مشاريع ثانيه كمان. طيب اليوم مثل ما تقدمت لك بعض التسهيلات لحتى تبلشي هذا المشروع، اليوم ايضا هي الموهبه وهي خلينا نقول الصنعه، بتحبي تنقليها لحدا؟ عم تعلمي حدا عم يجي يقول لك انا حابب اتعلم هاي الحرفه؟ هو ان شاء الله يعني في هيك شيء ان شاء الله قريبا، يعني بدي احاول انه فوت اكثر بقصه المعاهد وتدريب يعني انه النحت بشكل عام يعني. طيب كيف عم يكون الاقبال اليوم على شغلك؟ تفاعل الناس مع هذا الشغل المميز، ردود الافعال، وتحيلنا اكثر.
هلا هو بما انه هن كثير مميزين يعني انه يا بتلاقي منهم 3D تبع 3D او انه هيك هاند ميد، بس الهاند ميد هي انا ما شفت الصراحه منها قبل، فهن يعني مبسوطين بانه هي هيك انه هاند ميد ودقيقه كثير. هذا شوي حقيقيه بترسمي ممكن تعملي شخصيات يعني تمام. انا سالت انه سالت الاشخاص اللي انا عم بعمل لهم الاشكال انه قديش نسبه التقارب بين الشخص الحقيقي والقطعه اللي عم بعملها، فكانت بين 70 و80%، فهذا الشيء انه كثير منيح وانه شوي شوي كمان عم تزيد الموضوع. فهي بالنسبه لهم هي قطعه غريبه يعني ما انا موجوده بالسوق ما بتلاقيها. اكيد لا عن جد غريبه يعني وملفته يعني انا اول ما جبت البقى يعني قلت لك كثير ذكرتيني بالسنافر بالبيئه تبع السنافر. طب اليوم الحلم، اليوم حلم فيما بعد يعني اليوم بلشنا بهذا المشروع الصغير على امل انه نحن اليوم نكبر ونعمل شيء ببالنا، شو اليوم عم تحلمي؟ هلا انا الفكره الاساسيه من مشروعي هي اصلا انه الاشخاص يكونوا قادرين يصنعوا هدايا للناس، يعني هي الفكره منه اصلا انه يكون عنده شخص هديه يقدر يعطيها لحدا مميز بالنسبه له. فالفكرة أني أنا أصلاً أعلم الأشخاص يعملوا هذا الشيء، يصنعوا هي الهدايا ويقدموها للناس كمان. طيب نحن هلأ بس نعرف رهف أنه عندها موهبة وعندها مشروع مميز خاص فيها، حابين نتعرف عنك أكثر عن دراستك، خبرينا أكثر عنك. هلأ أنا دارسة تعويضات سنية. في فرق كتير كأنه مو كتير فرق. هلأ أنا دخلت التعويضات لأنه أصلاً كنت شوي انحت قبل، فدخلت لأنه فيها نوع من النحت ونوع من الفن، حسيت في سهولة أكتر تماماً كانت بالنسبة لي، يعني الأشياء العملية هي كتير سهلة بالنسبة لإيدي يعني أخذ عليهم. وكمان يعني بشكل عام كنت أرسم شوي وبصور كمان. حلو. طيب خلينا هيك نروح كنت عم بسألك عن الأدوات، قلتي لي المادة الأساسية والقوالب أنت اليوم عم تستخدميها، وقلتي لي اليوم عم تبعدي عن المعدن كرمال ما يصير تفاعل فيما بعد، ولكن احنا أيضا عم نشوف ألوان. هلا هدول كمان من نفس المادة أنت مستخدمي نفس المادة؟ تمام، هي نفس المادة بس هي فوق ألوان أكريليك. تمام، هي أنا بلعب يعني ما بستخدم إنه بس المادة مثل ما هي، فأنا بلعب عليها إنه مثلا بحط لها ألوان بتخليها تصير أقسى، أو مثلا بحط لها مواد بتصير أطرى حسب الشيء اللي أنا بدي اشتغل فيه. والالوان نوع واحد؟ الالوان بحط اكريليك، بستعمل الالوان الاكريليك. تنشف ورمين هدول؟ تمام، هدول في حق يعني هنا اشخاص طالبينه. طيب اليوم كم سنه لك انت مبلشه المشروع؟ كشغل هو 18 سنه، من 2018. من 2018 لهلا شو اللي تغير اليوم بمشروعك؟ كبرتي المشروع اكثر؟ صار عندك افكار جديده؟ تمام، هلا اكيد المنتجات هي الافكار الجديده اللي كانت عم تطلع، وبنفس الوقت المهارة تبعيتي عم تزيد، يعني بكل منتج أنا بعمله أنا بكون بتفاجأ أنه أنا طلع معي هي الشغلة، فبصير العالم بينتبهوا كمان لهذا الفرق. يعني بالصفحة تبعيتي كمان كل فترة بنزل أنه كيف أنا كنت قبل أعمل وكيف هلأ صار الشغل تبعي، ففي فرق كتير كبير بيناتهم. فهي المهارة هي اللي عم تتغير، وكل ما تغيرت المهارة واحد بيقدر يصنع شغلات مختلفة أكثر. صحيح. طيب رهف اليوم اذا هيك حبيتي تعطي اساسيات للصبايا اللي حابين يشتغلوا بهذا المجال، شو اهم خلينا نقول النصائح الاساسيات المفروض يرتكزوا عليها اليوم؟ ما بدنا اليوم الصبي تقول انه انا سعر المواد الاوليه كثير غالي ما بقى بدي اشتغل بهذا المشروع، شو اهم الاساسيات المفروض تكون عندهم موجوده لحتى يبلشوا صح؟ هلا اهم الاساسيات هن انه لما يشتغلوا باي ماده مو شرط بس الفوم، يعني انه هن يحاولوا يعني يتعلموا أول شيء عن المادة، يعني كيف يستعملوها، لأنه كتير مواد مثلاً أشخاص بيجيبوها مثل ما قلت لك إنه بس عم بيحطوا الأساس غلط، فأنت إذا أسستي غلط صارت القطعة كلياتها غلط. يمكن كمظهر عام تكون صحيحة، بس أنت لما بتعطيها لحدا بده يحافظ عليها فهو بعد مثلاً سنة أو سنتين حتتفاعل وتنتزع القطعة، فأنت إنه ما بدك هذا الشيء يصير أكيد بالقطعة تبعتك. طيب هيدي اليوم إذا هيك حبيتي تطلبي من رهف شيء، شو أكثر شيء؟ تعملني إلي شيء خاص. تمام، شوف التواضع يعني. لا يعني بتحسي إنه مايلة القصة للأفلام الكرتونية أو الشخصيات الكرتونية يعني؟ تمام، أنا بفضل أكثر إنه أعمل الشخصيات الكرتونية. طيب خلينا نوضح أكثر بالنسبة للأسعار أو التكلفة، كيف عم تكون اليوم؟ في حال بده يوصي شخص من عندك أو يطلب، قد إيه ممكن تكون التكلفة؟ هلا هي التكلفة عندي كل مرة بتزيد حسب قديش أنا عم شوف المهارة تبعيتي عم تتغير. تمام، فتقريبا احيانا يعني كل اسبوعين بغير السعر، احيانا كل شهر بغير السعر حسب انه قديش القطع عم تطلع بشكل احلى. طيب اليوم اكثر الناس اللي عم تيجي توصي رهف على هدول المجسمات، شو بتحسي لشو عم يميلوا اكثر شيء؟ هلا هن عم يميلوا اكثر للمجسمات، للاشخاص المجسمات. يعني اشخاص حقيقيه؟ تمام، اشخاص حقيقيه. قد ايه بتحسي نسبه تقارب صنع المجسم مع الشخصيه الحقيقيه؟ يعني بالنسبه لي انا بشوفها تقريبا 60%، بس الاشخاص عم يشوفوها 70 ل 80. هدول اشخاص حقيقيين يعني؟ وهذا المجسم كمان شخص حقيقي.
أكيد. بالختام بدنا نشكرك كثير رهف الخلف ونتمنى لك كل التوفيق بحياتك وإن شاء الله يا رب هيك للمزيد من النجاح والتألق بمشروعك. نورتينا رهف. شكرا لك ولحضورك. هيك إن شاء الله هيك ناطرينك بالأيام اللي جاية بمجسمات حلوة وهذا الحلم يكبر ويصير مشروع كبير لحضرتك. إن شاء الله. شكرا رهف لك. أما نحن أكيد هايدي مكملين ولكن قبل ما نروح لنستقبل آخر ضيوفنا لليوم خلونا نروح لفاصل وراجعين. صباح الخير عن جديد مشاهدينا. أما هلأ صار الوقت لحتى نختم بصباحنا لليوم وكثير منا ممكن يتعرض لضغوط نفسية بالحياة لأسباب كثيرة إن كانت دراسية أو عمل أو علاقات اجتماعية غير صحية أو إن كانت أوضاع مادية واقتصادية صعبة. هي الظروف وهي الضغوطات والمنغصات اللي بتواجهنا بالحياة بتأثر علينا بشكل كثير سلبي لدرجة أنه نحن ممكن لنوصل لمرحلة ما نتصالح مع حالنا. قد اليوم هذا الشيء غلط يا رشا وقد ايه الشخص او الانسان المتصالح مع نفسه هو قادر اليوم يتقبل صفات وتصرفات واطباع كل الناس اللي حواليه. اكيد هايدي، ولكن السؤال يمكن الاهم، هل نحن اليوم عن جد قادرين نتصالح مع ذاتنا بعد كل شيء مرقنا فيه؟ كثير مننا او خلينا نقول كل الاشخاص مرقوا بتجارب، مرقوا بضغوط، مرقوا بخيبات، مرقوا بظروف عمل وظروف اجتماعيه اثرت بداخلهم. في بعض الناس صار عندهم هشاشة داخلية، صار عندهم ندبات بأرواحهم بسبب الشيء اللي مرقوا فيه، ولكن في وقت بيوقف فيه يعني قدام رايته بيقول بكفي، يعني المفروض أنا اليوم أتصالح مع نفسي، أعرف أنا شو بدي، أتقبل عيوبي وأستفيد من تجاربي. ولكن هاي القصة أكيد بدها تدريب وأكيد بدها نصائح بموضوع التنمية البشرية. كيف نحن اليوم قادرين مع هذا نتصالح مع ذاتنا ونبلش بداية جديدة ونتقبل عيوبنا كرمالنا وكرمال المجتمع اللي عم نعيش؟ ومعلومات كثير مهمة حتجاوبنا عنها ضيفتنا لليوم وهي مدربة التنمية البشرية شهد الحمصي. يسعد صباحك. صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير استاذه. اهلا وسهلا فيكي. بداية العافية. اهلا وسهلا. خلينا هيك نعرف المشاهدين احنا شو بنقصد اليوم بالتصالح مع الذات كمفهوم. كثير بيقولوا انه هذا الشيء كثير صعب اليوم على الانسان، هل هذا الشيء صحيح ام لا؟ ما زال خلص الشخص حط الامر براسه فعلا لازم يتقبل حاله ويتقبل كل شيء بحياته. تماما. بداية كل عام وانتم بخير. عيد المرأة بهني نساء سوريا كلياتهم، كل عام وهن بخير. نساء المتفانيات اللي وقفوا معنا، اللي وقفوا مع الوطن، وكل عام وانتم بخير. ونساء العالم كلياتهم انتي بألف خير يا رب. اول شيء الدعم، هو الدعم بده يكون دعم داخلي، هو الاكتفاء الذاتي. لما بكون متصالحة مع حالي بدي يكون انا حاسة اني انا ما لازم مثل على حالي، ما لازم حس اني انا لازم بيني وبين حالي انه ما لازم انا فيني اعمل اغلاط، ما فيني اعبر عن اغلاطي، شوف اغلاطي، حسن اغلاطي، شوف انجازاتي، انه انا انجازاتي منيحه وعظيمه، لازم اقدر نمي هالانجازات وطورهم واتفاعل مع اللي حوالي واقدر اكون انا صادقه من جواتي. طول ما انا صادقه من جوا معناته انا هون متصالحه مع نفسي وبقدر انا اتجاوز كثير خطوات. بس هذا الشيء بده يكون صادق، ما يكون في تمثيل، حتى بيني وبين حالي ما لازم مثل وما لازم حس انه انا لازم انه خلص وقفت عند مشكله معينه خلص انا ما فيني اتجاوزها. لا، نحن بنقدر نتجاوزها ونحن بنقدر نكون كثير قوايا. طيب اليوم كل شخص بيوقف قدام رايته بلحظة ما، يعني قلتي ذكرت الشغلة، في أشخاص كتير بيمثلوا على حال أنه أنا منيح، أنا تجاوزت، أنا بدي صحح هاي الأخطاء، ولكن هي بتكون لعبة نفسية عم تطغى على روحك، عم تحاولي تعملي شيء، ولكن بلحظة بتقولي أنا لا، أنا عم بكذب على حالي. يعني اليوم كيف قادرة أنا واقف قدام هاي المراية أقول أنه أنا عن جد تصالحت مع نفسي؟ أنا لما بلش تطور، أنا لما أتطور، لما أشتغل، أنا مثلا كون العالم نايمة، أنا لازم كون قايمة وعم بشتغل وعم طور حالي، عم مارس مهاراتي وقدر أتواصل مع العالم. طول ما أنا قاعدة بالبيت ولا عم بشتغل ولا فيني أقوم ولا فيني أقعد، أكيد بكون أنا هون عم كذب على حالي بالمطلق. مثلا أنا عايشة بروتين، الروتين قاتل لأي بني آدم، لأي إنسان، وخاصة لحنا
نحن النساء، نحن الروتيني بيقتلنا. انا طول ما عم بشتغل، طول ما انا عم بقدر قادر اطور حالي، اقدر اشتغل، اقدر روح كون عنصر فعال، وانا عم باخذ اكسجين بهالمجتمع وقاعده، مستحيل اقدر اطور حالي اذا ما طلعت. بدي اطلع من باب البيت، بدي اطلع من الصندوق يلي انا قاعده فيه، لازم اتطور، لازم ادرس. الدراسه ما لها عمر ولا لها وقت، وانا ايمتى ما فيني انا فيني ادرس، خاصه بوقتنا هذا العلم كثير ضروري. يمكن معلومه واحده تقدر تعيشني فيها سنين، لا سنه ولا سنتين ولا ثلاثه، بقدر اعلم اولادي، بقدر انا اكون عنصر متفاعل بالمجتمع. تغيير. يعني لازم اكون تماما متبع التغيير. طيب خلينا نوضح اكثر عن اهميه اليوم تصالح الشخص مع نفسه، ان كان على الصعيد الشخصي العملي، الفائده بالمجتمع اليوم لما الشخص فعلا يكون متقبل حاله رغم كل شيء ممكن حواليه. انا لما اكون متقبله حالي معناتها متقبله المجتمع يلي حوالي، متقبله العالم يلي قدامي. هلا انا اللي بده يكون عندي تسامح مع الذات. انا لما اكون متسامحه مع ذاتي بقدر اكون، يعني اي حدا متصالح مع نفسه حتى بتشوفي تعامل العالم معه سهل. صحيح. يعني هلا انا كوني انا انسانه ايجابيه، العالم بتقدر تتقبلني بكل اريحيه. تمام. شو صفاته اليوم؟ يعني هذا الصفات بده يكون متسامح، بده يكون عنده هدف معين يمشي عليه، ما عنده حدود. انا عندي شغلات بدي اطورها، عندي شغلات سلبيه لازم اوقف عندها، اعترف بغلطي انه انا غلطت بهي القرنه بدي طورها. ما فيني اسمع من العالم، فيني اسمع من الناس الايجابيين. اكيد هلا نحن بعمر معين بنقدر نعرف هذا الانسان سلبي، هذا الانسان ايجابي. هدول الاشخاص الايجابيين نحن بناخذ منهم طاقه ايجابيه. صحيح. نقدر نحن نطور. يمكن الابتسامه، قديش حلوه الابتسامه. صحيح. الابتسامه هي جسر محبه. يعني بيقولوا لك ايه عم تضحك مرتاحه، ايه لا اكيد مرتاحه، انا مرتاحه مع حالي، انا لازم اضحك، انا لازم انبسط. ليش يعني؟ هو وقت معين لازم أنا لما بكون أنا مرتاحة كل شيء حوالي بيزبط. طيب اليوم ذكرتي في صفات اليوم، يعني أنا كيف قادرة اليوم ميز أنه هذا الشخص عن جد متصالح مع نفسه؟ شو هي المظهر الخارجي اللي ممكن يعني يصدر لي إياه؟ ما بتشوفي نقاء النق مثلا، انه هذا بضل بنق، هذا بحياته ما بشوف الايجابيه. بالعكس خلينا نطلع على الشغلات الحلوه، الشغلات الحلوه هي اللي بتعطينا امل، هي اللي بتعطينا طاقه. يمكن جيب شقف زريعه لعندي على البيت. هلا كل واحد بحس بسعاده بنوع معين. هلا انا سعادتي مثلا فنجان القهوه، اطلع اقعد عند شي شجره، شوف حدا من رفقاتي، اقرا كتاب. كل واحد عنده السعاده بمنظوره بنقطه معينه، وهي السعاده بيقدر يطورها، بيقدر يصدرها. قلتي بيكون ايجابي، هي عدوى. هي عدوى، بيكون ظاهره ثقته بنفسه قدام الناس. الثقه النفس، الثقه بالنفس هي جسر، هي الجسر تبع الدعم النفسي والتصالح الذاتي. لما بينهد هذا الجسر كل الامور النفسيه والمعنويه تنهد، يعني ما بقى في مجال ابدا ابدا. الثقه هي اساس بكل شيء، اساس تعاملي مع الغير، اساس تعاملي مع المجتمع، مع البيئه، مع اولادي، مع اساتذتي بجامعتي. الثقه بالنفس هي بيقولوا لك هي خطوه النجاح الاولى. صحيح. بس كمان في ناس بتلاقي ما عندهم ثقه بنفسهم وما بيتقبلوا حالهم، ودائما بيركزوا على نقاط الضعف الموجوده بحياتهم وعلى عيوبهم وعلى تجاربهم بالماضي، ورغم هيك بتلاقيهم مميزين. شو السبب هون؟ شو فينا نوضح؟ في ناس كثير مميزه بس هن ما عندهم تقبل لحالهم، بصيروا بيدوروا على اخطائهم عندهم. هلا هن في اكثر من نقطه، النقطه الاساسيه هي المقارنه. انا حدا ناجح، انا حدا مثلا عندي شركه أو أموري بالبيت كتير منيحة، بس بدي قارن حالي مع حدا يمكن ناجح أكثر مني. ونحن ما منشوف الإنسان الناجح شو صار فيه. نحن شو بيقولوا لنا؟ من سار على الدرب وصل. طب شلون وصل؟ قلب، فقد كتير عالم. صحيح. يمكن تعب، صار عنده ضغوطات نفسية لحتى وصل. نحن هي ما كانوا يقولوا لنا إياها. نحن خلص، نحن العالم بتشوف الناجح بس، ما بتشوف هو شو عمل، شو انجز. في ناس بيكون عندهم الشغل ضعف ضرب ثلاثة. يعني هلا انا لما بدي اشتغل بدي يكون ضرب ثلاثة عن شغلي عن باقي الناس يلي قدامي او البنات يلي جيلي لحتى اقدر اوصل او لحتى اقدر اطلع. طيب ذكرتي نقطة انه نحن كرمال نحقق هذا التصالح مع الذات في خطوات مفروض نحن نتبعها. قلتي انه نحن نطلع من الصندوق اللي عايشين فيه، نجدد بحياتنا، نكسر هذا الروتين، العمل الى اخره. ولكن في صندوق الافكار،
هذا انت قادره تحمليه وين ما رحتي اثناء عملك، انت عم تشتغلي ولكن انت بعدك حبيسه افكارك. وهون يمكن المشكله اكبر، يعني هون الكذبه اكبر بدها تكون. طبعا. اليوم كيف قادر اليوم هذا الانسان انه يهرب من هذا الصندوق؟ هلا في تمرين معين نحن بنعمله للي عندهم هي الافكار. في ناس الافكار السلبيه بتطغى عليهم، نحن بنجيب ورقه وقلم وبنخليه يكتب كل الافكار السلبيه اللي هو بتاذيه، ولا هو اللي بتفكر يعني شو انا بفكر بالشغلات السلبيه، بجوز عنده شغلات ايجابيه اكثر من السلبيه. هو لما بيكتبها وبشوفها قدامه نحن فينا نحط له حلول، مثلا هاي الفكره حلها بيكون كثير سهل، بس بالنسبه له لانه هو صاحب المشكله الاساسيه بحسها كثير كبيره، ونحن من واجبنا اصلا نرجده ونقول له انه شو لازم يعمل وشو لازم يساوي، ونحط هالنقاط اللي عنده ونحل له اياها، بجوز ما تنحل خلص نكتبها، بس هو شافها هو شافها وهو بده يواجهها، لازم تتواجه انه احملها وامشي. صارت تراكمات صار عنده من الماضي، بقى بده يقارن حياته الحاضرة بالماضي تبعه. طيب اليوم أي شخص بيحب حاله وذاته وبيتقبل كل شيء بحياته بيقولوا إن هو شخص أناني، شو الفرق اليوم بين الأنانية وبين فعلا التصالح مع الذات؟ هلأ الأناني بتحسيه إنسان فارغ فاضي بس بده كل شيء لحاله. طب انت ليش شو عندك، شو في شيء بدك تقدمه لحتى تقدر تكون متصالح مع حالك؟ المتصالح مع حاله عنده انجازات. انا لما بكون عندي انجازات وبدي شيء يكون اقدر اتملكه، هي محور لحاله. اما الاناني اصلا انسان تحسيه ما عنده شيء بس بده كل شيء يكون له. طب اشتغل، اعمل، اسعى، اسعى يا عبدي لا اسعى معك صحيح. مثل ما بيقولوا انت بدك تكون اناني على شو؟ على شيء فاضي. الاناني شيء، واللي بيكون عنده ثقه بنفسه بيكون عنده تصالح النفسي، بيكون عنده انجازات، بيكون عنده تطورات، بيكون عنده علم يستند عليه. طيب هل اليوم المجتمع والمحيط ان كان بالعمل ان كان بحياتنا الاجتماعيه بالمحيط كان اصدقاء اقارب الى اخره، اليوم رضاهم على تصرفاتنا كلماتهم الايجابيه عنا جد ممكن تكون مهمه لحتى عن جد تكون نقدر نتصالح مع ذاتنا؟ انا لما بدي اشتغل مع حالي بدي اشتغل لاسعد نفسي انا، لحتى انا اطور حالي، لحتى انا اقدر امشي على الخطوات يلي انا بدي اياها. هلا عندك الخطوه من الصفر للواحد هي اصعب خطوه، اما لما تطلع من الواحد لاثنين لثلاثه هي الخطوات بتكون كثير سهله. ما بيهمني ارضي غيري، انا اذا بدي ارضي كل العالم مستحيل اقدر اعيش لحالي. لما اكون انا راضيانه عن حالي وانا ناجحه وانا عم بقدر امشي خطواتي، هون المحيط بده يتقبلني وبده يشوف نجاحاتي. انا ما عندي اي فكرة انه بدي ارضي كل العالم، مستحيل تقدري، مستحيل تقدري تضمني كل العالم، كل واحد افكاره مختلفة. صحيح. الايام قليلة وبتفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ينعاد عليكي بكل الخير. خبرينا اكثر كيف ممكن نحن اليوم نجهز حالنا اكثر لحتى نستقبل هذا الشهر بكل الطاقة وكل التفكير الايجابي، بعيدا عن كل السلبية والحزن اليوم والتشاؤم اللي ممكن يكون موجود بحياتنا. تمام. هو رمضان لحاله طاقة إيجابية، طاقة الروحانيات فيه كتير بتكون صحيح. عالية. لحنا درسنا بعلم الطاقة عن الشاكرات، في شاكرة الرأس هي اللي متجهة للروحانيات أكثر. لما بدك تكون انت هلا بلشتي برمضان، رمضان لحاله طاقه ايجابيه من خلال الصيام، اجتماع العائله كلياتها، الاب والام والاخوات بجوز الاحفاد الجيران، يعني صحن الاكل هذا اللي بتوديه لجارتك هذا لحاله انت بتوديه للسعاده. تخيلي انه كاسه المي لما بتعدي انت خلص نويت الصيام وبتشربيها، هي لحاله طاقه، لحاله حياه، يعني بتحسي انه الصلاه، العباده، الاذكار يلي انت بتقوليها، استغفار. يعني هلا احنا عندنا الدنيا جاي على رمضان، لازم نبلش هي التطورات نعملها لانه هي لحالها روحانيات. هلا انت لما بدك تدعي ولا بدك تصلي ولا بدك تشغلي بخور، تتجهي على مكان القبلة على المنطقة الجنوبية اللي موجودة عندنا، نتجه عليها مشان نقدر نفرز هي الطاقة والروحانيات العالية، الطاقة الإيجابية. اكيد. طيب اليوم وقت منقول تصالح مع الذات، نحن عم نحكي عن صحة نفسية سليمة، وهي الصحة النفسية كرمال الإنسان يتمتع فيها بتكون مزروعة عندهم بمرحلة الطفولة، واليوم هون دور الأهل كتير مهم. كيف أنا
رهضت قادرة أعلم طفلي أنه يحب أخطائه وعيوبه قبل إيجابياته؟ يعني هذا سؤالي، السؤال الملك، يعني سؤال الفخم. تخيلي أنه أنا وأنتي وحضرتك وأي حدا موجود معنا، لحنا مراية أهلينا. صحيح. قديش أهلينا لازم يكونوا زارعين فينا شغلات إيجابية من الطفولة. لازم الأم والأب هنن يكونوا عندهم ثقة بنفسهم وعندهم الطاقة الإيجابية. تخيلي أنه أم وأب ما عندهم ثقة بحالهم، كيف بدهم يطالعوا هدول الأولاد على المجتمع؟ هالشيء الولد كتير أساسي أصلاً، لحنا عايشين مشان نربي هالولاد. الولاد هي مرآيتنا بالمستقبل. أنا بزرع فيه الثقة، أنا بعيش فيها لثقته لابني بالكبر. صحيح. علمته على الكرم، انا بعيش بكرمه على كبر. انا بس لصير كبيره هلا بنشوف بالروضات شو بيعملوا، بيجيبوا الولد الصغير بيجيبوا له العاب واكلات طيبه وهيك بتيفورات، وبصيروا بيوزعوها، بصير هو الولد نفسه بيوزعها على رفقاته. هون كيف عم شو تعلمنا، شو علمنا للولد؟ صله التواصل، لغة التواصل، فن التواصل اللي هلأ العالم كلها عم تعمل دورات عليها. صحيح. إذا ما كان من الصغر فن التواصل معه للولد، مستحيل يتعلمه على كبر، لأنه بده تصير تمثيل آخر شيء. أنا هذا الولد لما بده يعطي رفيقه بسكوتة، هذا رفيقه لح ينبسط، لح يشوف أنا إذا عطيت رفيقي بسكوتة رفيقي انبسط، بجوز رفيقه يقوم يعانقه أو يبوسه. أنا هون عم نميت عند ابني الكرم، العطاء، هو شافر فيه انبسط من خلال الكرم، معناتها هذا الولد عاش معي فترة طويلة، يعطي أولاده، يعطي رفقاته الكرم. فن التواصل، أنا قدرت أجذب، أنا قدرت أتواصل مع أي شخص بدي إياه. أها. طيب اليوم عكس التصالح مع الذات عنا جلد الذات، اليوم شو هي الأخطاء الشائعة يلي ممكن يرتكبوها الأشخاص وفعلا هنو يأثروا يعني نفسيا على حياتهم؟ يمكن اللوم الزايد، التفكير، عدم المسامحة، خلينا نوضح هذا المصطلح. هو جلد الذات لما أنا بدي ضل حط أفكاري القديمة، أقعد بقى أذكر حالي، بتحطي راسك على المخدة بتقولي أنا هيك صار معي من شي سنتين ثلاثة، أنا لا، هاي الأفكار كلياتها الأفكار القديمة خلص نلغيها، قدرنا نحلها حليناها، هو لازم نحلها بوقتها حتى ما تصير معنا تراكمات. بس إذا ما لقينا لها حل خلص أكيد ما بقى منلوم حالنا، ما بقى منذكر حالنا إنه إحنا ليش بقى بدنا نتذكر طول ما إحنا قاعدين، والله قصة من ثلاث سنين بقى بنرجع من عيدها ومنكررها ومنبهرها ومنضربها لا بنرجع بنتقاتل من تتذكر أنت من سنتين عملت معي في ناس ترجع لعشر سنين ترجع مزبوطة. هون ببلشوا بيلوموا حالهم. انت ما بتتخيلي لوم الحال شو بيأثر بنفسياتنا. اول شيء منبكي، انت لما بتبكي عندك هي الطاقة كلياتها بتفرغيها بحالك، يعني انت اول شيء بينضرب، اكتر شيء بوجعك بجسمك هو اول شيء بينصاب. هلا انا عندي مثلا معدتي، لما بتذكر شغلات قديمة دغري بتجعني معدتي، لانه بتنضرب عندك المنطقة يلي هي بتوجع وهي الاساسية بتكون موجودة عندك. صحيح. يمكن مثل ما قلتي اليوم الزايد، اليوم ما أنا قادرين نغير، مفروض نتقبل، نحاول، نضل عم نحاول يعني. طبعا. ولكن مثل ما قلنا جلد الذات هو بالنهاية مشكلة وله تأثير سلبي على إن كان الصحة النفسية والصحة الجسدية. لهيك إن شاء الله الله يبعد عنا هاي القصة، ودائما هيك يكون يعني التصالح مع الذات متاح يعني لكل الأشخاص. شكرا لحضورك اليوم. شكرا، يعطيكم العافية، وكل عام وأنتم بخير. بخير، وكل عام وشعبنا بخير. أمين. وقائدنا بخير. أهلا وسهلا. إن شاء الله الأيام الجاية البشرية شهد الحمصي نورتينا لليوم. شكرا، شكرا يعطيكم العافية. شكرا. احنا وصلنا لختام صباحنا لليوم، يومك حلو يا هايدي. شكرا يا رشا، مليء بالتصالح مع الذات وحب حب النفس، ولكن مو بأنانية. نحن اليوم ما قادرين نعيش بأنانية ضمن مجتمع مفروض نحن نعطي كرمال ناخد. بنرجع بنقول حبوا أخطائكم قبل إيجابياتكم. بقيت نهار حلو لكم مع كل حدا بتحبوه بحياتكم، ويا رب يكون بكرة تعويضي على كل شيء مرق بحياتنا. ودائما يمكن نية الإنسان هي بتكون عند رب العالمين شيء كتير كبير بحياته، ونقدر من خلاله هيك يخرج من كل أزماته. كونوا بألف خير. أكيد كل الشكر للكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول، والي المعدي حلا سلمان، المخرج جعفر أحمد، المصور أيمن، وكل الفنيين القائمين على العمل، سامي، ميم، بس هلا ملك الموجودين، أهلا وسهلا. شكرا لكم. أكيد. وما بدنا ننسى المتابعين، شكرا على المتابعة، ولا تنسوا بكرة كمان موعدنا معكم بيتجدد. ومن هلا لبكره تبقوا بخير مشاهدينا. باي باي.